السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمة لدروس تعلم برنامج إكسل، درسنا لهذا اليوم سنخصصه لـ mise en forme des cellules. كمثال، on va travailler sur la création d'une facture d'achat de matériel informatique. إذا حاولوا جماعة قوموا بهذا التمرين خطوة بخطوة. La mise en forme des caractères مرتبطة بمكونات l'onglet accueil qui va nous permettre de changer le format d'affichage, les couleurs, l'alignement, la police, les bordures appliquées bien sûr aux cellules, remplissage et d'autres fonctionnalités. Les fonctionnalités, on va les trouver dans chacune de ces groupes constituant l'onglet accueil. On va essayer de faire le tour de la mise en forme des caractères. نبدأ بإضافة المعطيات اللي غادي نحتاجو لها بداية pour la facture. Produit. Quantité. يعني العدد ديال لي بيس اللي بغينا. Prix unitaire. ثمن de chaque pièce. Montant total. شحال غادي يخرج لينا في الثمن ديال التوتال ديال لي بيس. Donc, souris. Clavier. Imprimante, moniteur par exemple. On peut ajouter d'autres informations au fur et à mesure. Maintenant, 16 claviers, 2 imprimantes farqat, moniteur par exemple. Et dans la première partie, le rendez-vous bien, il y a le groupe police. Dès là, quand le groupe police, on peut modifier la police, par exemple, on peut modifier la taille de la police, le hajm. On peut augmenter ou bien réduire la taille. Dès là, quand فقط من هذه deux commandes. Style gras, لكن كنا مرفع سمك الحرف. Italique, qui يوضع الكتابة مائلة. Soulignement soit simple, soit double. عندنا la couleur de remplissage اللي كتغير لينا من اللون ديال الخلفيه لاريير بلان و couleur de texte اللي كتغير بيان سور اللون ديال الكتابه. حاجه اخرى مهمه هنايا هما سكون ابل لي بوردور. لماذا؟ لان الحدود الخاصه بالمجدول اللي كتبان لينا في اكسل هي حدود وهميه، بمعنى كتظهر فقط في البرنامج. باش تعرفوا شنو اللي كيوقع غنمشيو لونغلي فيشي. الى قمنا بعمليه امبريمي غتوجدوا بان المعطى اللي كيبان لنا هنايا فوالا كيبان المعطيات اللي كتبنا، لكن بدون خطوط الطول والعرض المحدده للجدول. دونك بدايه غنكونوا مطالبين نحددوا لي بور ديال الجدول ديالنا ونقوموا بالتغييرات على حسب الاختيار ديالنا. دونك باغ اكزومبل موا جو في سيليكسيوني تو مون تابلو، غنبدا باللا بوردور. دونك مره اخرى كما شفنا بالنسبه للورد، عندكم امكانيه ديال انكم تختاروا توت لي بوردور فقط من هنا. سينو فو بوفي تراسي لي بوردور فقط بالقلم بلو كرايون، لا افاسي لي بوردور كذلك بالاستعانه بلا غوم. نختاروا لا كولور ديال لي بوردور من هنا او لا كنمشيو مباشره لاوتر بوردور. مباشره غتفتح معنا هاد النافذه اللي عندها علاقه دائما بفورما سيلول لي بوردور. هنا عندنا امكانيه ديال اننا نختاروا السيل ديال لا بوردور. باغ اكزومبل جو شوازي ان سي سامبل. ممكن كذلك نختاروا لا كولور ديال لي بوردور. وهنا في لا بري سيليكسيون كنحددوا فين بغينا نطبقوا هاد لو تري. مثلا انا هاد لو تري بغيت يبقى في الكونتور، يعني في المحيط ديال الطابلو، وحتى في الخط اللي كيتواجد في الوسط. باغ كونطخ خطوط اللي غيجيوني في الوسط ديال الطول غنبغي نغير ليهم لو ستيل. دونك غنجي مثلا غناخد ان تري بوانتيي وغنوضعو في لو تري في الوسط فقط. فوالا، دونك غيبان لكم الشكل بان المحيط ديال الجدول ديالي غيكونوا بخط متصل، فقط لي تري اللي هما فيرتيكال غيكونوا بخط متقطع. يجو كليك سيغ اوكي. بطبيعة الحال كيبقى الاختيار ليكم في هاد المرحلة هادي، تختاروا الطريقة اللي بغيتو توضعو فيها الجدول ديالكم. Je prends le texte d'aïman, la sélection d'aïman est l'oula. Donc, بالنسبة لي غنحدد ممكن نحدد la police من هنا أو كما أشارنا سابقا هو أنه يكفي أنك تمر بلا سوري فوق من الكتابة وتحدد نوع الكتابة اللي انت بغيتي تطبق. بالنسبة لي غنوضع تايم نيو رومان في لو تكست. بالنسبة لا تايل الحجم ديال لي كومبوزون بوغ لي تيتر باغ اكزومبل، مو جو في متر كوم تايل 13. داكور. Pour la couleur de remplissage d'arrière-plan, par exemple, je vais choisir cette couleur. Sinon, pour les produits, les anartarit, la taille est 12. Et bien sûr, les couleurs de remplissage, anartar, par exemple, la couleur. D'ailleurs, le texte dit est normalement couleur, pour que tu prennes la taille 12. دونك باقي عندي هنا لا بوليس كاليبري، بمعنى ما تطبقاتش اللي قبيله لا بوليس اللي وضع. دونك جو سيليكسيون
نوضع الخط اللي انا كنت باغي نطبق اللي هو تاين نورمال اي جو لابليك تري بيان. ليتاب سويفونت، الا كتلاحظوا معايا هاد كلمه مونتو توتال فهي تتمه الكلمه كتجينا خارج لا سيلول. دونك المرحله الثانيه في لا ميزون فورم هي اننا غنحاولوا نقادو لا اوتور دو لا لين، ارتفاع ديال لا لين الى لارجور دو لا كولون. باش نقومو بهذه العمليه ممكن نستعنوا بهذا لو جروب للاسم ديالو جروب سيلول، فيه انسيغي بمعنى الا خاصنا دي لين ولا دي كولون ممكن نضيفهم، سيبريمي الا كانوا دي لين او بيان دي كولون زايدين ممكن نقومو بعمليه الحذف ديالهم، و ابارتيغ دو فورما ممكن نغيرو لا اوتور دو لا لين الى لارجور دو لا كولون. جو كومونس بار لا اوتور دو لا لين، تو دابور جو في سيليكسيوني باش نطبق عليهم في نفس الوقت. دائما لا سيليكسيون فورما لا اوتور دو لا لين. Donc par défaut, je vais mettre par exemple 25 points. Voilà. Oui. Pour la largeur de la colonne, 9 l'amalia, on a la largeur de la colonne. Ou on a mettre la valeur 20 points par exemple. Et je vais voir. Très bien. Donc normalement, de l'amalia, on a fait le groupe format. Comment مثلا الى بغينا نتحكموا في لي زون ديالنا اننا فقط نقربوا لا سوري من الجانب ديال لي كولون مثلا هنايا تيكيولي عندنا هاد السهم في اتجاهين، وهو بنفسه كيمكننا من اننا نمددوا نضيفوا او ننقصوا من لا لارجور دو لا كولون. نفس العمليه بالنسبه لا لين، الى قربت من لا لين غتوجدوا بانه غير الشكل ديال لا سوري غيتحول بنفس الطريقه. دونك داك السهم في اتجاهين في اتجاهين دائما كليكي غليسي استعانه بلا سوري بور اوغمونتي او بيان ديمينيي سيت فواسي لا اوتور دو لا كولون. دونك يا اما كنستعنوا بهاد لي فلاش او لا كنستعنوا بلو جروب لا كوموند فورما دو جروب سيلول. حالات ما اذا كنا بغينا مثلا لا لارجور دو لا كولون توافق مع المساحه الخاصه بالكتابه، دونك نفس السهم الى مشينا للجوانب ديال لا كولون نفس السهم مي هاد المره نديرو دوبل كليك فوق منه غتوجدوا بانه غيطبق فقط على مساحه الكلمه، يعني غيحصر ديك المساحه فقط. نفس العمليه بالنسبه لا لين. دونك بالنسبه لي جو فيتي لوز لا كوموند انولي بغيتو يبقى بهذاك الحجم لتتمه التمرين. دائما في نفس المجموعه كاين عندنا امكانيه ديال اننا نضيفو دي لين بيان دي كولون الى احتاجناهم ونقوم بعمليه حذف ديالهم كذلك. دونك بالنسبه لي نفترض مثلا انني نسيت غرافور دي في دي وبغيت نضيفو مباشره من بعد كلافي، دونك جو في كليكي سور لا لين جوست اون با ومن بعد غندير انسيري. داكور هنا عندنا امكانيه ديال اننا انسيرو دي لين دي سيلول دي كولون. دونك بالنسبه لي دي لين لين وحده هنايا وغنضيف هنايا كلمه graveur DVD. سينو با اكزومبل الا احتاجيت كذلك ان كولون نفس العمليه غنجي المكان اللي بغيت نضيف فيه لا كولون نفس العمليه جو كليك سي انسي كولون كيتضافوا لي لي كولون. ما بقيت محتاجه هاد لا كولون ممكن ندير لا سوبريمي جو كليك. غنحتاج كذلك في اعلى الجدول انني نضيف عنوان ديال لا فاكتور مثلا تاريخ لا فاكتور اتتا. دونك غنحتاج انني نضيف السطور كذلك دالين قبل من لا بارتي تيتر. دونك اش غندير في هذه العمليه جو في سيليكسيوني با اكزومبل سي سي لين في نفس الوقت الا درت لا سيليكسيون ديالهم بسيتة ومشيت لا بارتي انسيرسيون وقمت بانسيري دي لين غتوجدوا بانه غيضيف لي كذلك سته لين. الى احتاجيت اكثر طبعا كان ممكن من البدايه ما نديرش لا سيليكسيون دو سي لين نسيليكسيوني بليزيور لين ونقوم بالاضافه ديالهم. سينو انا بولاستون هاد لي سي لين باقي سيليكسيوني دونك غنقوم مثلا بانسيري دي لين مره اخرى. فوالا توجدوا بانه هاد المره ضاف لي 12 لين احتاجيتهم غنخدم بهم والا ما احتاجيتهمش من بعد ممكن نحذفهم طبعا. دونك بولاستو انا بالنسبه لي دوز لين غنخليهم بهاد الطريقه هادي ونكملوا العمل ديالنا فين توقفنا. pour la suite maintenant غادي نرجعوا الان للجروب alignement اللي من خلاله ممكن نوضعوا دي alignement par rapport la ligne. هما دي alignement اللي ديجا شفنا à gauche centré et bien sûr à droite. sinon on peut mettre des alignements par rapport à la cellule au milieu en bas. ممكن نغيروا l'orientation de texte ou l'اتجاه texte الى بغينا نقوموا ميلان الزاويه التكس بواحد الزاويه معينه او لا فيرتيكالمون. سا سي بور لاريونطاسيون دو تكس دو غوش ا دروات بالنسبه للفرنسيه مثلا دو دروات ا غوش بالنسبه للعربيه.
augmenter, diminuer et augmenter le retrait الى احتاج الى طبعا renvoyer la ligne automatiquement كتمكن من ان المحتوى بدل ما يكمل sur la même cellule يرجع للسطر fusionner et centrer عمليه الفيزيوني كنا ديجا شفناها هي ملي كنقوموا بجمع مجموعه من لي سيلول وكنعوضهم بين سول سيلول هنا كتكون عندي امكانيه ديال اننا نديرو فيزيوني اي سونتري في نفس الوقت اولا نديرو فقط الفيزيونمون لين بار لين سينو كنديرو فيزيونمون دوت لي سيلول وفي حاله ما اذا بغينا نديرو لاليناسيون كنقوموا بهذا العمل نطبقوا الان على الجدول الخاص بنا je vais sélectionner la première ligne d'accord je vais aller sur la partie alignement غتوجد بانه ديجا الي اليني ا gauche et en bas de la cellule d'accord donc انا غادي نرفع نوعا ما الحجم la hauteur ديال la ligne باش تفهموا شنو كيوقع هنايا donc هنا il est positionné en bas الا وضعت او سونتر غتوجد بانه كيتواجد او سونتر دو لا سيلول الا درت اون اون غتوجد بانه كيتواجد اون اون دونك انا بالنسبه لي بغيت تبقى في السونتر ديال لا سيلول وبالضبط كذلك بارابور لا لين تكون او سونتر دونك هي ا غوش سونتري اي ا دروات سونتري سونتري دونك دائما وحده كتكون بارابور لا لين اللي كتواجد فيها الكلمه وديك اللي في الاعلى عندها علاقه بلا بوزيسيون بارابور لا سيلول دونك او با او بيان سونتري دونك بالنسبه لي غنخلي هاد لا بارتي سونتري سونتري Pour le texte ou les produits les rangs stables, rangs qui sont en position gauche ou là qui sont très. Donc d'ailleurs, ici où les wasat la cellule, mais la position les un rang حدد من بعد. بالنسبة le texte ou là le montant par exemple ou là le total, rangs qui sont كذلك أنهم يتوجدوا في centre mais à droite par exemple. Donc ils prennent les la droite mais le centre de la cellule. عندنا إمكانية كذلك كما قلنا أننا نغير l'orientation ديال le texte là. Donc هنا كيعطينا l'orientation selon les aiguilles du montre ou là le sens inverse ou la verticalement rotation du texte du haut vers le bas du bas vers le haut. أو là كندخلو حنا le format de la cellule alignement. هنا كيحدد لنا l'alignement de texte horizontal ou bien vertical le contrôle de texte كيفاش بغينا la position ديال le texte ou du droit vers la gauche ou la gauche vers la droite ou هنا عندنا la partie orientation ou عندنا امكانيه ديال ان نحدد الزاويه le degré ديالها ونقوم بعمليه l'orientation ou là نستعمل فقط هاد لي زيغوي هنا et je clique sur OK par exemple et vous allez voir que كتحدد la taille ديال لي كومبوزونت bien sûr باش تبان لي الكلمه j'ai besoin باش انني نرفع نوعا ما لا تاي لا اوتور ديال لا لين باش تبان لي لي مو بالطريقه اللي انا بغيت طبعا الا بغيتو تقوموا بهذه العمليه ممكن تقوموا بها بالنسبه لي غنخلي لو تكست في لا بوزيسيون نورمال خاصه به sinon pour la commande renvoyer automatiquement à la ligne مثلا انا محتاجه نكتب العنوان لا فاكتور ديالي دونك باغ اكزومبل فاكتور d'achat du matériel informatique غتوجدوا الان بما انني كتبت في لا بروميير سيلول غتوجد بانه كمل اوتوماتيكمون لا دوزيام سيلول الوغ كو الا بغينا المحتوى يبقى فقط في لا سيلول الاولى كنكتيفيو هاد لا كوموند اونفوي على لين اوتوماتيكمون غتوجدوا بانه غيكمل كتابه في السطر الموالي بدل ما يدخل في المساحه الخاصه بلا سيلول الثانيه يكمل في لا كومبوزونت في هاد الحاله هادي انا بوغ موا ماشي اشكال لانني اصلا بغيت ندير هاد لي سيلول كاملهم غنقوم بعمليه الفيزيونمون ديالهم باش العنوان ياخذ لي واحد المساحه معينه وواحد الشكل معين دونك جو فيغ فيزيوني سونتري اوتوماتيكمون قام بعمليه الفيزيونمون ديال لي سيلول كاملهم اللي كانوا في لي دو لين سونتر بارابور اون با لان كاينه في لو با بترجع سونتري سونتر فوالا سونتري سونتر وهنا كذلك عندي امكانيه ديال انني نغير طريقه الكتابه ديالها داكور دائما لا كولور جي لو دووا دو شونجي لا كولور بارابور bien sûr le choix ou le format اللي انا غادي نحتاج انني نختاره طبعا لا طاي ديال لو تكست كذلك عندي امكانيه ديال انني نغيرها بغيت ندير دي بوردور لهاد لا زون كذلك ممكن نقوم بان بوردور داكور نفس العمليه دونك توت لي بوردور طبعا كيبقى عندنا الامكانيه ديال اننا نغيروا لي بوردور بالطريقه اللي بغينا نفس الطريقه كنمشيو لاوتر بوردور نحددوا لو ستيل دو بوردور الكونتور طبعا اي جو كليك سور اوكي وغادي تطبق لي اوتوماتيكمون سور les bords ديال le texte voilà sinon pour la trame la couleur de remplissage ممكن نحددها فقط من هنا ونديرو une couleur de remplissage le texte ديالنا ممكن كذلك نضيفو اسم الشركه اللي غتصيفط لها فاكتور اللي غتصيفط لها بما اننا في صدد اننا كنديرو الكرياسيون دي فاكتور دونك باغ اكزومبل pour cette cellule
fusionner centre actif ism la société ou la société A par exemple informatique. Cette la société tabane répond à l'adresse. Donc l'adresse maintenant on a besoin de deux lignes. Répond à indi كذلك tel. Ou répond email. هذه المساحة الخاصة بالسلول هادو غادي نقوم بوضع ندير لهم فيزيوني فقط دونك باش تبقى عندي المساحة الخاصة بلا كوموند لي سيلول لي بوردور ممكن ندير لها لي بوردور اكستيريور فقط دونك بوردور اكستيريور باش نحصل المساحة ديالها لو تكست دائما ممكن ندير نفس الكتابة ستيل باغ اكزومبل باش تكون المعطيات باينة ممكن كذلك ندير لها اون ترام دو فون. Et voilà, donc quand on met l'amalie بالنسبة à la société A, بغينا نقومو بنفس العملية بالنسبة à la société B, يعني اللي غتوصلها la facture. كما كتلاحظوا ما بقاش عندي assez d'espace هنا. Donc مرة أخرى غنحتاج أنني نضيف دي لين. Donc je vais sélectionner un ensemble de lignes. D'accord. Je vais cliquer encore une fois sur insérer. غتوجدوا بانه غيتضاف ليكم بلا ميزون فورم اللي كانت في لا فورم الاولى سي نورمال مي هنا في لا بارتي اوبسيون دانسيرسيون من خلال هاد لي زوبسيون كيعطينا امكانيه ديال ان الفورم تكون ايدونتيك ا سولوي دي تو يعني داك اللي كيتواجد في الاعلى لا ميزون فورم اللي في الاعلى او تو يعني داك اللي كيتواجد في الاسفل ياخذ الشكل ديالو اولا بالنسبه لنا نختاروا الاختيار الثالث وهي افاسي لا ميزون فورم انا محتاجه فقط هاد المساحه اللي كاينه عندي هنا. دونك بما انني الطريقه باش مكتوبه لا سوسيتي ا هي نفس الطريقه باش بغيت نكتب لي زانفورماسيون الخاصين بلا سوسيتي بي دونك جو في سيليكسيوني فقط هاد لا زون اي جو في لا كوبي كولي. دونك هنا غنستعنوا بلو غروب بريس بابيي. في لو غروب بريس بابيي عندنا امكانيه ديال اننا نديرو كوبي داكوغ دونك فقط انطلاقا من ان كليك على هاد لا كوموند كوبي الا بغينا نديرو ديبلاسي سينو كوبي الا بغينا نقومو بعمليه نسخ وكل الا بغينا نوضعوها في الموضع الجديد ديالها وكذلك كاين عندنا لا كوموند للاسم ديالها غوبرودوي لا ميزون فورم واللي قلنا كتمكننا من اننا ننسخوا لا ميزون فورم اولا التغييرات اللي وضعنا على واحد الشكل معين ونوضعوها في مكان اخر. دونك هذه هي الطريقه الاولى هي اننا غنعتمدوا على لو غروب بريس بابي سينو ممكن نعتمدوا كذلك على لي راكورسي كلافي. دونك بالنسبه لكوبي غنستعملوا لا كوموند كونترول X. بالنسبه للكوبيير غنستعملوا لا كوموند كونترول سي وبالنسبه للكولي غنستعملوا لا كوموند كونترول في اولا كذلك الطريقه الثالثه وهي من بعد لا سيليكسيون دائما كليك دغوا دو لا سوري مره اخرى غيظهروا لنا لي دو كوموند كوبي اي كوبي. دونك با اكزومبل جو في سيليكسيوني ولا جو في شوازير كوبي غتلاحظوا بانه اي فوا كندير عمليه كوبي غيبان لكم واحد الخط متقطع اللي كيتحرك اوتور دو لا سيليكسيون هنا كيحدد لك بان هذيك لا زون راه الي كوبي. دونك انت كيبقى عليك الموضع اولا العمليه المواليه هي انك دير لا كولي وتحدد الموقع فين غنديروا لها كولي. دونك با اكزومبل ايسي جو في ميتر ان كليك دغوا دو لا سوري سينو كونترول في او لا تلخم لو كوبريس بابيي غير ملي غنعتمدوا على لو كليك دغوا غيظهر لنا سكون لابيل اوبسيون دو كولاج. هاد العمليه ديجا شفناها معول وقلنا بان لا بارتي اوبسيون دو كولاج كتعطينا دي زوبسيون بارابور لا فاسو باش بغينا نديرو لو كولاج ديال لو تكست اولا المعطى ديالنا. هنا بما اننا كنتحدثوا على اكسل فكاين وظائف اللي عندها علاقه بلي فالور ولي فورمول يعني العمليات الرياضيه للطبقات سينو الا بغينا نحتفظوا فقط بلا ميزون فورم ديال الشكل سينو فقط نحتفظوا بلو تكست. دونك كاين مجموعه من التغييرات الا بغينا ناخذ التكست بنفس الطريقه باش تكتب بنفس الطريقه باش يتوضع. دونك في هذه الحاله غنديروا الاختيار الاول اللي هو كولي. فوالا دونك ممكن نغيروا لا كولور دو رومبليساج يكفي اننا نرجعوا لا كولور دو تيم ونختاروا لا كولور اللي بغينا نطبقوا في هذه الحاله. هذه الملاحظه اللي ما درناش قبيله هو هذا لو تري بوينتي اللي ولا كيظهر لينا هنا في الجانب الايمن شنو السبب ديالو قبيله ملي درنا فيشي ودرنا امبريمي يعني مباشره من بعد ما كنديروا هذه العمليه كيبان لنا المحتوى ديالنا على شكل فورما A4 دونك اوتوماتيكمون ملي كنرجعوا البرنامج ديالنا كيولي حصر لنا الحدود باش اننا ما تعداوش لا فورم اولا الشكل الحجم ديال الورقه. كان ممكن من البدايه اننا نستعنوا فقط بلا باغ داتا فوالا حنا في الحاله الاولى يعني نورمال سينو كان ممكن تستعملوا لو مود ميزون باج. الا استعملنا لو مود ميزون باج فوالا غتلقاو بانه اصلا غيوضع لنا المحتوى ديالنا على شكل
اون باج ورقه، وكتولي عندنا الامكانيه ديال اننا نلاحظوا الشكل النهائي وحنا كنخدموا او فيغ يا ميزور، يعني باش ما تعداوش المساحه الخاصه بالورقه. هنرجع انا للمود نورمال حتى ننتهي، ومن بعد نديروا هذه العمليه بما ان هذا الخط كافي باش يحدد لي لي بور ديال الورقه ديالي. كتتم غنضيفوا مثلا رقم لا فاكتور ici par exemple on va écrire facture numéro نعطوها ان نيميرو par exemple غنعطوها هاد لازون ككل دونك فيزيوني و سونتري غندير لا سونتري سونتر داكور لا تاي لو تكست نحتفظ بنفس الكتابة دائما في اوغمونتي سا تاي Je vais écrire le texte cette fois-ci en rouge. Je vais le rendre de la facture. Pour la partie bordure, ma rate en aura bordure extérieure. Mais maintenant, on va faire le style en aura le style de Bakna. Donc, on va faire l'autre bordure. On va faire le style simple. Je clique compteur. OK. On va faire le mot à l'autre le mot qui est en défaut ou la date. فيكرير لا دات ايسي دونك قبيله ملي كانت لا بارتي اللي عندها علاقه بلا سوسيتي اللي هنا مشاو لي لي بور الخاصين بهاد لا بارتي دونك غنضيفهم فقط من هنا بوردور سوبيريور. مرات اخرى غادي خصني نغير لو ستيل لانه باقي محطوط بار ديفو بلو ستيل اللي انا كنت درت من قبل. اوكي لقاو بانه غير لي فورم ديال لو ستيل ديالنا وهكذا غنكونوا الجزء العلوي لونتيت الخاصه بلا فاكتور ديالنا درت. غيبقى لنا نزيدو معطيات اخرى هنايا، هو مثلا توتال اور تاكس يعني مجموع ديال لي مونطون اللي غنوضعو هنايا، تي في ا غنبغيو النسبه ديالها كذلك. دخي غنحتاجو كذلك المونطون ديال تي في ا من اللي غنحولو القيمه مونطون من غير نحولوا القيمه ديال لا تي في ا من نسبه بطبيعه الحال لون فالور و توتال تي تي سي تو تاكس كومبريز هاد المكان. دونك بغينا ندير لهم نفس لا ميزون فورم ديال هادي، دونك يكفي انني ندير لا سيليكسيون هاد لا زون ريبرودوير لا ميزون فورم ونطبقها على هاد لي سيلول غتوجدو بان اوتوماتيكمون تطبق عليهم. نفس الشيء بغيت هاد الطريقه باش كيتوضعو مثلا هادو غندير لا ريبرودوير لا ميزون فورم دائما وندير نفس العمليه هنايا وغتوجدو بانه غيضيفهم لينا بنفس الطريقه. حاله ما اذا كنت بغيت نتحكم كذلك في لا اوتور الخاصه بهاد لي لين اي سوفي دو لي سيليكسيوني لي كاتر لا فوا. مره اخرى الى قربت فقط من لونتيت دو لين الجانب ديالها كيبان لينا السهم اللي تحدثنا عليه سابقا دونك كليكي غليسي حتى كنحددوا لا طاي اللي بغينا طبعا نخليو فيها لا اوتور دو لا لين فوالا. وهنا كتبقى لنا مرحله اخيره في لا ميزون فو اللي عندها علاقه بلو غروب نومبر. هاد لو غروب نومبر هو اللي من خلاله كنقدروا نتحكموا في المحتوى ديال لا سيلول، يعني في حاله ما اذا كان المحتوى خاصو يكون نومبر فخاص يكون فقط نومبر دات اور ايتتا. دونك هاد لو غروب نومبر كيتكون من هاد لا زون الاولى ستوندار داكور افيك اون فلاش سيت فلاش الى درنا على ان كليك غنوجدو لي تيب دو نومبر اللي عندنا لي فورما اللي ممكن نستعملو. دونك نومبر نورمال المونيتير دات با اكزامبل سواء كانت كورت ولا لونغ يعني غيبان لو جور اي لو موا لور البورسونتاج فراكسيون او بيان سور سيانتيفيك سينو بيان سور في لا بارتي اون با عندنا سكون ابل الفورما نومبر كونتابيليتي دونك هذا عنده علاقه بالدوفي par exemple كنوجدو هنا اللورو اي لو دولار سينو الا بغينا نحتاجو دوطخ فورما فيكفي اننا نديرو كليك هنا ونضيفو هاد لا فورم. دائما في لو غروب نومبر كاين عندي لا بارتي بورسونتاج يعني الا كانت واحد لا زون غتكون فيها نسبه مئويه فقط. هنا لو سيباراتور دو ميلي هو اللي كيمكن من انه يفرق ما بين لي ميلي يعني باش ما يبانش لينا العدد خاصه الا كان العدد الكبير اي كبير يبان اتاشي كنديرو سيباراتور دو ميلي. دونك هنا عندنا كذلك اجوتي و بيان ريدوير لي ديسيمال دونك الا بغينا نضيفو عدد من وراء الفاصله او نقصو. دونك في حاله ما اذا قمنا بعمليه وجدنا بان العدد من وراء الفاصله كبير بزاف يكفي اننا نديرو ريدوير سي سا بلس لي كوموند. كيف تتم هذه العمليه؟ دونك غتوجدوا انه بار ديفو لي سيلول كلهم تقريبا اللي اشتغلنا بهم لحد الان غتوجدوا بان دائما او نيفو دو فورما كنوجدوا ستوندار
D'accord, il y a peut-être texte, peut-être nombre, peut-être d'autres choses. Donc, par exemple, بالنسبة la quantité, à la zone, à dit كاملة, elle a m'habitué sur contexte. Donc, غادي نفرض على أن la valeur اللي غتكون هنايا تكون une valeur nombre. Donc, automatiquement, on a qui belle comme la virgule. D'accord? Donc, la quantité, par exemple, la souris, mais une question cool, un algorithme, mettons, chaîne souris, on est, par exemple. Donc, on a besoin donc les virgules, non. Donc, on a la partie, on a réduire les décimaux. Ou alors, on a le nombre normal. On a le graphe, on a fait un chiffre, donc, mettons, la valeur 5, par exemple. Pour la date, ici, par exemple, بالنسبة la date, on a besoin de une zone خاصة la date. Donc, on va faire la standard, non. On va choisir une date courte ou la date longue. Par exemple, je vais choisir une date longue. Donc, on va faire la zone d'abord, on va faire le tarif de l'année. Par exemple, le 15 avril 2020. On va toujours donner automatiquement, on va cliquer à une zone, on va toujours bien on va écrire le tarif. بالطريقة اللي أنا طلبت منه اللي هي أنها تكون in that long. Très bien. Pour le prix unitaire, زائد المونتون total بالإضافة إلى التوتال hors taxe زائد المونتون TVA أو total TTC هادو كلهم غادي يكونوا دي نومبر مي سو فورما مونيتير. دونك غنقوم بعملية لا سيليكسيون ديال لي زون كاملهم غنضيف هاد لا زون دونك غنكليك على لا توش كونترول ونضيف هاد لا زون محتاج على هاد لا زون كذلك كونترول كونترول كذلك باش نطبق العملية في نفس الوقت ما كاينلاش نطبقها على كل وحدة بوحديتها دونك هنا غادي نختار ان زون بطبيعة الحال مونيتور دونك هنا ملي غنطبقوا لا زون مونيتور وغنوضع اي قيمة هنا دونك غادي نرجع مثلا لهاد لا فالو نوضع مثلا اي فالو غتوجدوا بان باغ ديفو كتطبق باليورو دونك حنا بالنسبة لنا اون ترافاي با اون اتيليز با لورو مي اون فاي اتيليزي لو ديرهام دونك في هاد الحالة هادي يفو شونجي لو دوفي دونك مرة اخرى يا اما غنجي من فورما دو نو كونتابيليتي من هنا اولا هاد العمليات كاع اللي درناهم كان ممكن فقط نستعنوا بهاد لا فنتر اللي غتبان فقط بالكليك في هاد المكان وملي كنختاروا لا بارتي مونيتور هنا راه كاين عندنا لو سامبول ici d'accord وهنا كيحدد لينا لو نومبر دي ديسيمال اللي بغينا نضيفو من مورا لا فيرغول دونك في لو سامبول هنا عندنا الدولار باغ ديفو اي لا بغينا هذا الخاص بالمغرب دونك هو هذا المات ماروكان درهم ماروكان درهم اي جو كليك سور اوكي غتوجدو بان اوتوماتيكمون غيحول لها المات دونك اي مثلا لا سوري باغ اكزومبل غنقولو كدير 30 درهم باغ اكزومبل كلافي نقولو باغ اكزومبل 40 الغرافور دي في دي نقولو 300 امبريمونت 1200 مونيتور باغ اكزومبل 1000 دونك هنا ملي غنحتاج نحسبو المونطو نفس العمليه دونك نورمالمون هاد العمليه كذلك خاصنا نطبقو على ما درناهاش قبيله كان علينا نديرو لا سيليكسيون ديال لي زون كاملهم دونك نرجع لهنا نفس العمليه اوت فورما دو كونطابيليتي بغينا نطبقو تخم في هاد الحاله هادي اجي كليك سو اوكي دونك غنحتاجو هاد القيم هادو من بعد بالنسبه لا تي في لا تي في الان غتكون نسبه دونك سي ان بورسونتاج دونك يلفو كليكي سور لا زون ici pourcentage style de pourcentage بالتالي الا وضعت هنا 5 غتلقاو بان اوتوماتيكمون غيضيف لي البورسونتاج 5 ايتا دونك على حسب التغيير اللي حنا غنديرو دونك ايا كانت القيمه اللي غنوضعها هنا غيعتبرها بورسونتاج وايا كانت القيمه اللي غنوضعها هنا غيعتبرها مونيتور وايا كانت القيمه اللي غنوضعها هنا غيعتبرها نومبر وهذه دات ايتترا دونك هنا كنولو كنوضعو دي ريغلاج بارابور لا زون كنحددو النوع ولا لو فورما دو دوني اللي ممكن تستحملو هذيك لا زون ولا اللي حنا فارضين ان هذيك لا زون نوضعوها فيه هذا فيما يخص لو جروب نومبر ممكن الان نرجعوا لا بارتي دات اللي درنا قبيله كذلك الا بغينا نديروا لها لا ميزون فورم دونك جو فير جوست فيزيوني بما انني بغيت نكبر لا طاي ديالها دونك مره اخرى نفس الخط غنستعمل لا طاي جو في ميتر باغ اكزومبل 13 في اطار توجور لا فاكتور ممكن نضيف مثلا اون رومارك sur le mode de paiement par exemple donc à la zone fusion et centré d'aimen mon canon d'aller à des bordures simple qu'elle a d'un compteur ouf le kit à bada imen mouda anani khtarit mel bidaye anani ktab hada tariqa donc fait le majal mon canon d'aimen marque
mode de paiement. يعني طريقة البيمو كيفاش بغينا تتم، واش بار شيكي ولا باغ اكزومبل اسباس اتسيتيرا. دونك فقط باش نكملوا الشكل ديال لا فاكتور اللي كتاخد اصلا اشكال مختلفة. هذا كيبقى اقتراح من الاقتراحات. الى مشينا الان لونجلي فيشي امبريمي، غنشاهدوا الان هذا هو الشكل النهائي ديال لا فاكتور ديالنا. دونك كنا مهتمين فقط بلا ميزون فون اللي كترتبط بلي بوردور، بالالوان، لي ستيل، لي كولور، لي بوليس، لالينيومون، لو نومبر بيان سور، لو فورما دي سيلول، لا هوتور دي لين، لا لارجور دي كولون، انسيري او بيان سوبريمي دي لين اي دي كولون. دونك هذا فيما يخص لا ميزون فورم دي سيلول. كاضافه الان بما اننا كنتحدثوا على لا ميزون فورم، كان ممكن من البدايه اننا نقوم بعمليه سيليكسيون واحد المجموعه ديال لي سيلول اللي بغينا نطبقوا على نفس التغيير، وبدل ما كل مره نمشيو لمجموعه معينه مثلا الجروب بوليس بور موديفي لا بوليس كوب انيم بور في لانيم جروب نومب ايتترا، كان ممكن اننا نختاروا لي سيلول كليك دووا دو لا سوري، وغنوجدوا لا كوموند فورما دو سيلول. اون فوا غنديروا عليها كليك تفتح لنا هاد لا فونيتغ فورما دو سيلول، هي نفسها لا فونيتغ اللي ديجا تعاملنا معها، غير الفرق اننا هنا ممكن ندير التغييرات كلها في مره. دونك مثلا نوم نحدد لا فورم ديال لو نومبر اللي غندير مع لي تيب اللي خاصني نطبق، الينيومون نحدد الشكل ديال لانيليومون اللي بغينا، لا بوليس طريقه الكتابه، لو ستيل، لو كولور ايتترا، البوردور نوع الاطار اللي بغينا نطبقه كذلك، لا كولور دو رومبليساج ولا داغيير بلون من هنا، ولا بروتيكسيون اللي كنا شفنا سابقا الا بغينا نديزاكتيفيو الفيروياج ديال لا كوموند، ومن بعد كنديرو بيان سور اوكي. هاد العمليه كتبسط علينا لا طاش ملي كيكون عندنا نفس التغيير اللي غنطبقوه على مجموعه من لي سيلول في نفس الوقت. دونك هكذا غنكونو انتهينا من الجزء الاكبر اللي عنده علاقه بلو جروب اونغلي اكو. كيتبقى لنا لو جروب ستيل اي لو جروب ايديسيون، غنشوفو في مثال اخر. الف نديرو لا ريكوبي كيما سبق لينا شفنا سابقا، نوضع مجموعه من لي فالور نقط مثلا اللي عندها علاقه ب مثلا مجموعه من التلاميذ. داكو جو في سيليكسيوني سيت بلاج دو سيلول، وغنمشي لو جروب ستيل، وهنا غنوجدو سكون ابل ميتر سو فورم دو تابلو. دونك هنا كيعطينا دي ستيل دو ميزون فورم دو تابلو رابيد، يعني اللي موجودين فقط كنطبقهم على لا سيلول، اوتوماتيكمون غيطلب مني واش هذا هي المساحه اللي غتطبق عليها، غندير اوكي. تري بيان، دوك مباشره من بعد ما طبقات تضاف لنا اوتي دو تابلو اللي من خلاله كتبقى عندنا الامكانيه ديال اننا نغيرو لي ستيل ايتترا. نرجع لونجلي اكوي، دائما عندي سكون ابل لا ميزون فورم كونديسيونيل دائما في نفس لو جروب. دونك مثلا جو في سيليكسيوني سيت كولون، في لا ميز اون فورم كونديسيونيل كاين سكون ابل لي ريغل دو ميز اون سيربريونس دي سيلول سوبيريور ا، كتحددو لا كونديسيون واش بغينا نبحثو على قيمة اكبر او اصغر اونتر ايتيتا. دونك مثلا انا كمثال فقط غنختار لا بروميير فالور، هو وضع لي باغ ديفو اون فالور، انا غنبغيه يبحث لي على لي مويان اللي غيكونو اكبر من العدد 10، وغيوضعهم افيك اون كولور ولا ان تيكست اون روج بوردور، كتقدروا تحددوا حتى الفورما. دونك فورما بيرسوناليتي سيتا. دونك غنختار الاختيار الاول روج كلير، يعني غيوضعهم في ان رومبليساج روج كلير، وحتى التكست يكون مكتوب بالروج. دونك فوالا جو كليك سيغ اوكي. غتوجدوا بان لي زون اللي كيتعتبروا اكبر من العدد 10 وضع لهم داك التغيير اللي طلبنا منه انه يطبقوا تما. دونك كاين قواعد اخرى هنا، مثلا لي ريغل دو فالور بلوز او موان ايليفي مع لي زوتر كونديسيون، هنايا لي بار دو دوني الا بغينا نغيروا لي كولور ديالهم، لي نيونس دو كولور كذلك. وكاين عندنا سكون ابي لي جو ديكون، دونك كيكونوا عندنا دي كولون اللي بغينا مثلا نضيفوا لهم كلك زيكون. دونك هنا فوالا غيبان لكم الا طبقتهم سور سو ستيل. لي ستيل بيان سور دو سيلول، الا كان شي تغيير غيتطبق مباشره على لي سيلول، دائما دي موديل ودي شوا اللي كيقترحهم علينا واللي ممكن نطبقوهم الا ما طبقناش التغييرات اللي حنا درنا سابقا اتسيتيرا. دونك بالنسبه لو جروب ماتنو ايديسيون، كاين عندي لا زون ريشيرشي اي رومبلاسي، كتمكنني من انني ندير لا ريشيرش دان تيكست ولا اون ميزون فورم ولا ان تيب دانفورماسيون سبيسيفيك في لا فوي ديالي انطلاقا من هذا المكان، ونقدروا كذلك نديرو رومبلاسي في هذه الحاله. تري اي فيلتري هنا في هذه الحاله ممكن دير لينا ان تري، يا اما باحترام بلوتو الترتيب ديال الحروف الابجديه، ولا نختاروا ان تري
بيرسوناليزي. ممكن كذلك نديرو افاسي بيان سور لي دوني. هنا عندنا امكانيه ديال اننا يا اما نديرو افاسي تو، في هذه الحاله غيتمسحوا المعطيات مع لا ميزون فورم. ممكن كذلك نديرو افاسي لو فورما، سينو ممكن نمسحوا فقط الكونتوني ونحتفظوا بلي فورما لي كومونتير اتسيتيرا اي دوتر شوا. لا كوموند سويفونت عندها علاقه بابليكي ان موتيف ا اون او بليزيور سيل اللي كيكونوا ادجاسونت يعني متتابعه، وهذه عندها علاقه بلا كوموند ديال توتال ولا لو سوم اللي غنشوفوها انطلاقا من الدرس المقبل اللي غادي يكون عنده علاقه بلي فورمول. وهكذا نكونوا انتهينا من درسنا لهذا اليوم اللي كان مرتبط بلا ميزون فورم دي سيلول. نوبليي سيرتو با دونغوجيستري فوتر ترافاي، نورمالمون هاد العمليه نقوموا بها من البدايه. دونك دائما فيشي اونغوجيستري، نحددوا طبعا الموقع اللي غتتم فيه عمليه لونغوجيسترمون بالنسبه لي سير لو بيرو، وضع دوسي اللي كنوضع فيه لي زاكتيفيتي وي سي سا طرافو براتيك. نورمالمون لو بروميير كلاسور اللي قمت بلا كرياسيون في معكم، وهذا غنسميه فاكتور اي جو في لونغيستري باش الحصه المقبله ان شاء الله هو نفسه ليكزومبل اللي غادي نخدمو عليه بالنسبه لي فورمول.